ما حكم القصر في الصلاة في سفر النزهة إذا توفرت شروط القصر؟ يجوز القصر إذا توفرت الشروط، ولو كان المسافر يريد النزهة في مكان يتنزه، في مكان ليس فيه شرك ولا كفر وليس فيه معاصي ظاهرة أو عري، إذا كان مكانا نزيها وذهب إليه للنزهة وهو نزيه من المحذورات الشرعية، فلا بأس أن يقصر لأنه مسافر. نعم.